بس خلينا نروح لتدريبه الاهلي النهارده مع مستر مارسيل كولر. زميلنا الكريم احمد موجود في النادي الاهلي في الجزيره وعنده اخبار كتيره جدا نطمن من خلالها على الفريق. كلمتكم في بدايه الحلقه انه ان شاء الله الاهلي هيلعب يوم السبت اللي جاي مباراه تحضيريه كده مع فريق النجوم استعدادا بقى لعوده او استئناف المشوار في الدوري بمواجهه فاركو يوم الجمعه بعد القادم. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سمير، كل التحيه والتقدير ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. طبعا مع غياب اعتقد 13 لاعب من الدوليين مع المنتخبات، اكيد مستر مارسيل كولر كان استدعى عدد من الشباب. عايزين نعرف منك شكل ونظام تدريب النادي الاهلي النهارده، مين اللي مشارك فيه، بالنسبه للاعبين المصابين نطمن، سواء كنت بتكلم على السوليه او كنت بتكلم على علي معلول، تدي الناس كده بما انه احنا راجعين من اجازه طويله شويه نعرف اخر اخبار الفريق ونطمن على استعداداته ان شاء الله لاستئناف مشواره في الدوري. بالتاكيد طبعا، يعني زي ما بنقول النادي الاهلي بيواصل ويستأنف تدريباته بكل جديه الحقيقه للمرحله القادمه. مباراه فاركو لسه عليها شويه وقت، لكن الحقيقه الفتره دي مهمه جدا رغم قله العدد. في استعانه بعدد من الناشئين، لكن مستر كولر الحقيقه هي دي الفتره اللي يقدر ان هو يصحح بعض الاخطاء، يحفظ بعض الجمل. الراجل بيشتغل نظري وعملي بشكل كبير جدا من خلال المحاضرات، يعني يمكن قبل التدريب كالعاده محاضره فنيه فيها بعض الامور عشان يبدا يطبقها في التدريب. زي ما قلنا درجة الحرارة صعبة شوية، تدريب النهاردة كان الساعة 6، لكن الحمد لله كل اللعيبة متواجدة. يمكن الإصابات هبدأ معاك الحقيقة بعلي معلول النهاردة، يمكن علي معلول ظهر في ملعب مختار التتش مع الدكتور جبالة النهاردة، يمكن علي بيبدأ أول يوم في البرنامج التأهيلي ليه إن شاء الله بإذن الله. القيمة الكبيرة جدا علي معلول، هو مركز جدا الحقيقة يعني بكل دقة إن شاء الله يؤدي البرنامج التأهيلي حتى يعود مع فريق النادي الأهلي من جديد. النهاردة كل اللعيبة الحقيقة مجرد نزول علي معلول وتواجد طبعا على الدك، كل لعيبة حياته، الجهاز الفني، كل طبعا المتواجدين في ملعب مختار التتش. ده بالنسبة لعلي معلول. إحنا الحاجة المهمة جدا اللي عايزين نقول عليها، إحنا الحمد لله ما عندناش إصابات خلال هذه الفترة، هو بس علي معلول، وده أمر يعني بيبقى مطمئن جدا للجهاز الفني إن أنت بتدخل هذه المرحلة بدون إصابات. فيا رب إن شاء الله يحافظ على لعيبة النادي الأهلي ويستمر النادي الاهلي خلال الايام القادمه والفتره القادمه بدون اصابات. يمكن انت قلت فعلا الحقيقه، يمكن النادي الاهلي بيحضر او حضر خلاص وانتهى من التحضير للمباراه الوديه، ما ينفعش يبقى في جاب كبير جدا من حساسيه المباريات رغم العدد الكبير اللي مش متواجد مع فريق النادي الاهلي متواجد فيه المنتخبات، لكن هتكون مباراه مهمه جدا يوم السبت الساعه 6 ان شاء الله باذن الله، مباراه النجوم ان شاء الله يكون في استفاده جيده جدا ليها من الجهاز الفني ومن كل اللعيبه اللي هتشارك. الموضوع مش فني فقط لغير الراجل بيحاول ان هو يشوف القياسات، يشوف كل الامور الخاصه بيه، الشكل العام بالنسبه للعيبه، كل لعيب معمول له فايل زي ما انت عارف زميلي احمد. فان شاء الله تكون مباراه مهمه مع فريق النادي الاهلي يوم السبت بمشيئه الله زي ما اكدنا وقلنا في تمام الساعه 6. يمكن زي النهارده كان التدريب، بكره هيكون اجازه لفريق النادي الاهلي، وعلى ان يبدا النادي الاهلي استعداده بعد غد ان شاء الله باذن الله خلال المرحله القادمه في تدريبات هتكون كلها الساعه 5 و6، وزي ما قلنا الماتش ان شاء الله باذن الله يكون في تمام الساعه 6 بمشيئه الله. في ظل غياب ثلاث حراس دوليين، شوبير وشناوي مع المنتخب الاول، حمزه علاء مع الاولمبي، مين بيتدرب في حراس المرمى، وهل تم تصعيد لاعبين مع زنفالي ومصطفى مخلوف حراس مرمى يعني شباب صغير؟ بالتاكيد طبعا احنا عندنا طبعا عدد كبير كمان زميلي احمد، انت عارف من الناشئين متواجدين في المنتخبات، فالراجل يمكن مستر كولر حاول ان هو ينتقي بعض اللاعبين المتوفر طبعا تواجدهم في القطاع ان هم يكونوا مشاركين لسد الشكل العددي بالنسبه لفريق النادي الاهلي، وايضا كمان الامر ينطبق على حراس المرمى. انا بس عايز اقول حاجه سريعه، يمكن النهارده محمد مجدي قفشه متواجد في تدريب فريق النادي الاهلي، شايفينه يمكن شفناه النهارده في التدريبات تواجد بشكل عام بشكل عادي، وده امر كان مهم جدا حابين نقوله لكل جمهور النادي الاهلي. الراجل تواجد مع اللعيبه كلها بيأدي الجرعه التدريبيه الكامله لفريق النادي الاهلي النهارده، يمكن ده يعتبر اول ظهور لمحمد مجدي قفشه. ان شاء الله باذن الله قفشه يخش بقى في الاجواء وكل الامور تكون بسيطه جدا جدا. طبعا يمكن الجهاز الفني كالعاده طبعا ليه امور، مجلس الاداره ليه كلها قرارات، لكن مجدي النهارده قلنا نطمن كل جمهور النادي الاهلي الراجل متواجد في التدريبات، ده امر مهم جدا. الشكل العام بالنسبه للعدد زي ما قلت لك زميلي احمد، عدد بيكون متواجد من القطاع ويمكن بعض حراس المرمى المتوفرين الحقيقه في خلال هذه الفتره لسد النقص العددي اللي بيتطلبه الجهاز الفني سواء لحراسه المرمى او اللاعبين. انت عارف بيكون في جمل، بيكون في امور محتاج ان فيها عدد من اللاعبين، فان شاء الله باذن الله المجموعه تكمل بهذا الشكل، ويوم السبت يكون مباراه جيده جدا لكل لاعبي النادي الاهلي اللي هتشارك في هذه المباراه ان شاء الله. شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد، دي كانت اخبار النادي الاهلي النهارده.